أخ من السعودية يسأل عن صحة حديث مفاده إذا اعتصت لوحدك فأحمد الله ثم قل يرحمه الله وإياكم فإنه يشمتك من سمعك من خلق الله. أظن الحديث لم يثبت، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب من الإنسان إن عطس أن يحمد الله، فإن سمعه أحد شمته وإلا فهو يحمد الله جل في علا. ومن اللطائف التي تذكر أن عالما كان مع أمير وكان في مجلس من الناس فالأمير عطس فشمته الناس والعالم لم يشمته، فقال الأمير للعالم لما لم تشمتني وقد شمتني الناس؟ فقال إنك لم تحمد الله، لأن النبي يقول إذا حمد الله فشمته، قال إنك لم تحمد الله. فقال الأمير إني حمدت الله في نفسي، فقال العالم إني شمتك في نفسي، إني شمتك في نفسي.